الحمد لله منذ فترة تم إطلاق تدشين تطبيق تحبير اسمه تحبير القراءات العشر. الله، هذا شأنه صاحب سمو الملكي أمير الرياض وفقه الله وحفظه ونفع به. ما شاء الله. انطلق هذا التطبيق. نعتبر تحبير هو مشروع العمر للشيخ صابر. نعم، هو مشروع العمر الذي أسأل الله أن يتقبله بقبول حسن. اللهم. نحن حقيقة يعني بحثنا ووجدنا ما يحتاجه طلاب القراءات. الروايات موجود، الروايات الإفرادية موجودة، لكن هناك روايات تسمى قراءة الجمع بين الطرق. يعني مثلا الذين يقرؤون برواية الورش غالبا يقرؤون بوجه واحد بالورش. إذا ذهبت للشيخ تقرأ عليه، تقرأ بكل طرق ورش، توسط البدل، آمنوا مثلا، وهذه معها فتح ذوات الياء، وهذه معها التقليل، وهذه معها كذا. فهنا قرأنا بالجمع هذا كله. فهو حقيقة مشروع كبير، ونسأل الله يتقبله بقبول حسن يا رب. وأنا أقول سبحان الله القبول من الله. حتى واحد من كم يوم قلت يا أخي ربما آية واحدة يقبلها الله سبحانه وتعالى يعني أفضل من عدة ختمات، لكن نسأل الله القبول. يعني الله يتقبل يا شيخ. آمين. صابر.